قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة. وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف، قالت إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، مكررة دعوات من أجل سماح بوصول المساعدات دون قيود. وتواجه إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من إبريل نيسان، ما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين. The unnecessary and excessive use of force by security.